حزب الوسط من أجل العدالة والتنمية يزل الستار على بطولة السلام لكرة القدم بالدائرة التاسعة في هذه المباراة النهائية التي قام بتشريفها الرئيس الوطني لحزب الوسط عبد الرحيم يونس وعدد من كوادر الحزب ومناضليه إلى جانب الجماهير الرياضية التي جاءت بكثرة لتشجع وتؤذر أحد الفريقين الاثنين اللذان يتنافسان على لقب واحد بستن انجيلي ونظيره هادرليك انغومنا، حيث شرع في اللقاء وكل منهم ينشد ضالة الهدف. الشوط الأول امتطاه لاعبي هادرليك ليحدثوا تغييرا بتسجيلهم أول الأهداف التي فتحت لهم أفاق التهديف بتسجيل هدفين آخرين بركلات جزاء أعلنوا من خلالها نهاية المباراة بفوز هادرليك بثلاثة أهداف لصفر. الأمين المكلف بالشباب بحزب الوسط علي بركاي في ختام المناسبة قال بأن هذه البطولة جاءت بغرض فرض الصداقة والتضامن بين أبناء الوطن الواحد، وأن الحزب يسعى لتنفيذ بطولات رياضية بولايات البلاد الـ23. وهذا ما لم يذهب عنه بعيدا الرئيس الوطني لحزب الوسط من أجل العدالة والتنمية. وحزب الوسط دائما يهتم بالشباب، ولذلك يعني يهتم في أنشطة الشباب في المجال الثقافي والرياضي، وكذلك في مجال التدريب والتأهيل، وبالذات في مجال نظم المعلومات والإنفورماتيك والتدريبات المختلفة للشباب حتى يتمكن الشباب، لأن الشباب هم المستقبل وهم العمود الفقري للبلد. ونذكر بأن هذه البطولة قد شارك فيها 16 فريقا يمثلون مختلف أحياء الدائرة التاسعة.